أعتقد إن السم بيشكل خطر من الحين لبعد ساعة. يمكن الدواء يفيد الطفل ويبعد الخطر عنه. على كل حال أن يراجع لكم بعد ساعة. مين يعلم إن أكون موجود في الوقت المناسب. الشفاء بيد الله يا حبيبي. حامد أصبح غني ورايح يحقق كل آماله. لما جاء الطبيب وشافه شفت التشاؤم في وجهه وقال انه هذا حيصير. جوال يا جوال. الولد ما زال مريض، ايش صابه من جديد؟ لا 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 دستور. العمار بيد الله يا سلمى، خلي ايمانك قوي وما تخافي. سم الملعون عم المقهول، هاتولي كوب مي. رح اعمل جهدي لاجل التغلب على السم. حسن حظكم أني خبير بالسم، خاصة سم الأفاعي، وإلا ولدك حيصبح بخير. اذكر وجهك الطبيب، أني ربحت المعركة. أني عملت اللي علي وباقي تعمل اللي عليك أنت يا حامد. يوم أبيع الجوهرة أدفع الحق اللي علي، واللي ينكر الفضل ما هو من الفضل يا طبيب. أنت عندك جوهرة يا حامد؟ أيوة حامد عنده جوهرة ما لها ماسين. القد قدها طبيب. ترى اللي أسمعه حقيقة ولا خيال؟ قل لي، أنت خفيت الجوهرة في مكان أمين؟ أنت تريد أحفظها عندي أمانة في مخزني؟ والله ما هو خيال، أني حطيتها بمكان أمين، ويوم أبيعها ويصير عندي مال الحقيقة تبان. خد بالك يا حامد، النعم دوم محسود، والمثل بيقول مال السايب بيعلم الناس الحرام. مين يعلم، يمكن حد يسرقها منك قبل ما تبيعها.
فتكم بالعافيه.